رحب بالحضور جميعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكم. وكل مؤتمر وكل معرض بنلتقي فيه ونتقدم خطوة وخطوات الحقيقة بيكم وبدعمكم وبجهدكم. والحقيقة زي ما قال الأستاذ أسامة والدكتور عمرو إن إحنا في مصر فرص الرقمنة والعمل في هذا المجال هي فرصة عظيمة جدا، وده أمر إحنا مصرين على إن إحنا نتحرك فيه باندفاع شديد جدا، لأن هو ده الحاضر والمستقبل اللي إحنا بنتمنى إن إحنا نمشي فيه يعني. فأنا بتمنى لكم التوفيق، وبقول إن مصر فيها فرصة، فرصة كبيرة جدا جدا. مصر سوق كبير كبير، احنا بنتكلم في 100 مليون انسان وبينمو وبيزداد، وبعدين احنا متحركين في هذا المجال كدولة يعني زي ما قلت بقوة كبيرة قوي، لان احنا في استراتيجيتنا وفي حركتنا في هذا المجال ان هو ده اللي هيحقق لنا كل العناصر النجاح اللي احنا بنتمناه للدولة المصرية. لو بنعمل حوكمة، لو بنكافح فساد، لو بنقلل التدخل البشري في شغل الحكومة وفي إجراءاتها، كل الكلام ده هيتم أو بيتم دايما بإن احنا بالرقمنة اللي احنا شغالين فيها.